أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من احتمال تفاقم الأزمة مع إقليم كردستان ما لم تسلم أربيل المعابر الحدودية للحكومة الاتحادية، وقال العبادي إن السلطة الاتحادية ينبغي أن تفرض سيطرتها على عموم البلاد ومنافذه الحدودية، غير أن الجانب الكردي بطيء في تنفيذ هذا الأمر. ينتظر اليوم أن تبدأ جولة جديدة هي السابعة من مباحثات أستانا لبحث الملف السوري التي تعقد برعاية الدول الثلاث الضامنة لمسار المفاوضات روسيا وتركيا وإيران. وتنوي المعارضة السورية التركيز بصورة خاصة على ملفات المعتقلين والخروقات من جانب النظام السوري في مناطق خفض التصعيد. قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن ميليشيات الحوثي وصالح ارتكبت الكثير من الانتهاكات ووصلت تجاوزاتها إلى حد استهداف المسجد الحرام في مكة المكرمة بالصواريخ في استفزاز لمشاعر المسلمين في كل مكان. أكد وزير الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش أن انحسار الاهتمام الدولي بأزمة قطر يقلق الدوحة، مشددا على أن السيادة التي أسست عليها قطر أو أسست عليها مظلوميتها فشلت. وانتقد قرقاش توجه قطر للإعلام الغربي والهجوم على السعودية والإمارات واصفا إياه بالتوجه البائس. قدم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح استقالته لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. جاءت استقالة رئيس الحكومة عشية انعقاد جلسة لمجلس الأمة كان من المقرر أن يتم فيها التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح. اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن كوريا الشمالية تشكل تهديدا عالميا، مؤكدا أنه يؤيد فرض عقوبات مشددة عليها. وشدد الأمين العام على أن حلف شمال الأطلسي يدعم بقوة الضغوط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية على كوريا الشمالية، ويرحب بتعزيز العقوبات التي تبناها مجلس الأمن الدولي في أيلول سبتمبر الماضي. أعلنت شركة ليكيد روبوتكس عن إنتاجها للوح ركوب الأمواج يتحرك بطاقة الأمواج والشمس، وسجلت هذه الألواح 1,400,000 ميل بحري. كما أطلقت الشركة في هذا العام 20 مركبا لزبائنها، من بينها إدارة المحيطات ودراسات الجوية الأمريكية، وتعمل مع ناسا لدراسة قدرة الأقمار الصناعية على تتبع درجات الملوحة والبحرية الأمريكية لمتابعة حركة الغواصات التي قد تهرب المخدرات. ختام الموجز، شكرا للمتابعة. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.